يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية؟ ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية؟ لما الكسر، إذا كانت الآنية منكسرة فإنك تضبها بشيء يجمعها ويصلح كسرها ولو من الفضة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم لكن من الفضة يكون يسير، ضبة يسيرة ما تصير كبيرة زائدة عن الحاجة. نعم.